أعزائي المشاهدين، نحب نوجه عناية حضراتكم إن البنك اللي بيقدم هدايا البرنامج هدايا للمتفوقين فقط في مختلف المجالات، ثقافية، رياضية، اجتماعية أو نماذج مشرفة يحتذى بها. حوار صريح جدا جدا، كلام مريح جدا جدا، حوار صريح جدا جدا، كلام مريح جدا جدا، إن خفت ما تقولش ما تقولش، وإن قلت ما تخافش ما تخافش، إن خفت ما تقولش ما تقولش، وإن قلت ما تخافش ما تخافش، بس المهم تقول رأيك من غير تجريح من غير تجريح، ده الحق مش محتاج تصريح، بحوار صريح جدا جدا، حوار صريح جدا جدا، كلام مريح جدا جدا، حوار صريح جدا جدا، كلام مريح جدا جدا، ان خفت ما تقولش ما تقولش، وان قلت ما تخافش ما تخافش، ان خفت ما تقولش ما تقولش، وان قلت ما تخافش ما تخافش، بس المهم تقول رأيك من غير تجريح من غير تجريح، الحق مش محتاج تصريح، بحوار صريح جدا جدا. أعزائي المشاهدين، في الحلقة اللي فاتت قلنا للفنانة هدى سلطان البنك اللي بيقدم هدايا البرنامج بيقدم النهاردة هدية مالية، تحب ترشحيها لمين؟ فردت وقالت: أنا كنت قريت من فترة عن طفلة عندها تقريبا 9 10 8، يعني طفلة ما تعدتش 10 سنين، لقت مبلغ كبير، مبلغ بتاع 17 18 ألف جنيه، و قالت لوالدها يعني انه هو ايه لازم يبحث عن اصحاب المبلغ ده. وفعلا انا طبعا مش عارفه يعني ناسي التفاصيل قوي قوي، لكن المهم ان هذا المبلغ وصل لاصحابه، ورفضت الطفله دي ان هي تاخد القيمة اللي هي حتى قانونا ان من حقها مكافئتها، رفضت انها تاخدها. اصلي انا عز الامانة قوي يعني الحقيقة، ما عندكيش فكرة قد ايه يأثر فيا الامين اللي يبقى يعني قدامه الحاجة ويمكن محتاج لها، وطبعا مبلغ زي ده فلوس، اصل فلوس هتتعرف ازاي حتى انها خدتها، ومع ذلك ما قبلتش وراحت قدمتها لاصحابها اللي جايز جدا اصحابها دولت فقد هذا المبلغ يمكن كان يسبب لهم مشكلة رهيبة جدا، فيعني هي أخذت ثواب مركز. فأنا الحقيقة يعني بكل طيب خاطر أقدم لها، إذا سمحتوا تقدموا لها الهدية دي. سوزي أهلا بيك. أنت كويسة؟ الحمد لله. أنت عندك كم سنة يا سوزي؟ عندي 9 سنين. 9 سنين. حضرتك والدها؟ سمير حسن الزواوي. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أنتوا جايين منين بقى؟ إحنا جايين من دمنهور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. تعبتي في مشوار السفر يا سوزي؟ لا. لا. قولي لي بقى، أنا سمعت إن أنت لقيتي مبلغ كبير قوي، احكي لنا بقى لقيتيه إزاي؟ إيه، كنت أنا مرة رايحة أجيب لب من عند محل اسمه أزأز، لقيت محفظة فيها 18 ألف جنيه، رحت أديها لبابا، رحت قايلة له يا بابا لازم تجي تروح لصاحبها. انت كنت عارفه المحفظه، كنت عارفه الفلوس دي عدتيها ولا بابا هو اللي عدها وقال لك عليها؟ لا، بابا هو اللي عدها وقال لي عليها. بس هم كانوا فلوس كتير وخلاص. اول ما لقيتيها كده خدتيها ورحت اديتيها لبابا؟ ها، قولي بقى حضرتك، يعني اول ما جت اديتك الفلوس قلت لها ايه؟ قلت لها لقيت الفلوس دي فين؟ قالت لي لقيتها والدنيا كانت بتمطر والمطر كتير في فقلت لها فانو حته؟ قالت لي على ميدان المحطه. فقلت لها مفيش حد واقف في ريحها؟ قالت لي لا بابا الدنيا مطر ومفيش حد في الميدان خالص. ففتحت الشنطه لقيت فيها المبلغ، فاخدت المبلغ وعديته، وبعدين فوجئت ان فيه محفظه باسم كامل علي النجار من بلد في ريح دمنهور اسمها ايتال البارود، بعيده على حوالي 32 كيلو. فافتكرت ان في واحد ساكن عندنا في دمنهور من عائله النجار من نفس البلد، فرحت بنساله بقول له تعرف صاحب البطاقه دي؟ قال لي ده ابن عمي. ايه اللي وصل لك البطاقه ليه؟ قلت له والله ده الموضوع كذا كذا، وحكيته له. ففوجئت فرح جدا وطلبناه في التليفون ورحنا عطنا له المبلغ، فالراجل يعني شكرنا وبيدينا مكافاه، فرفضنا ان احنا ناخد المكافاه. المكافاه كانت كام؟ المكافاه والله انا ما اتكلمتش فيها. حوالي كده يعني؟ حوالي يعني 800 جنيه 900 جنيه، فحاول يديهم لنا.
فاحنا طبعا رفضنا وتبرعنا بيهم لمسجد القريه عشان في حاجه الى اصلاح. شكرا لامانتها وشكرا ان حضرتك ربيتها على الامانه. والبنك اللي بيقدم هدايا البرنامج بيقدم لها النهارده هديه قيمتها 1500 جنيه وحياتك بقى يعني متاح لك تعمل لها تحطهم لها بقى تحطهم لك كده عشان لما تكبري تبقي عروسه ينفعوكي ها؟ ولا ايه عايزه تعملي بيهم ايه؟ الفلوس دي بتاعتك انت من حقك امسكي ها؟ هتعملي بيهم ايه؟ هفرق نصهم للمساكين اللي معهمش فلوس. والله انت جميله خالص يا شيخ، انت جميله ربنا يخليها لك وكل سنه وانتم طيبين. جدا 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 جدا. اعزائي المشاهدين، ضيفتنا النهارده صاحبه فكر وقلم، بدأت حياتها كصحفية ولعبت الصدفة دور كبير جدا في دخولها مجال الفن، فاقتحمت المجال وأصبحت نجمة، ولم يقف طموحها عند هذا الحد، فتحولت من الزوجة والأم والفنانة إلى شاعرة وكاتبة أيضا. أعزائي المشاهدين، معانا ومعاكم وضيفة حلقتنا النهاردة والفنانة المتألقة، الفنانة المتألقة رغدة. أهلا بيكي، كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وأنت طيبة يا منى، وكل سنة والجمهور حبيب طيب ويعودوا علينا جميعا بالخير والمحبة إن شاء الله. ورمضان كريم. الله أكرم. يا ترى مستعدة النهاردة لحوار صريح جدا؟ بس مستعدة على طول. قولي وانت مبتسمة، قولي وانت سعيدة. هي مش مسألة استعداد، هي أنا عموما يعني بحاول أن أنا أبقى صريحة على الأقل مع الناس اللي أنا بحبهم أو اللي أنا بحس أنه في حميمية بيني وبينهم. وانت بتهيألي من الناس دول. الحقيقة أنا عايزة أبتدي بجمالك، هل نقدر نقول إن جمالك كان جواز مرور دخولك مجال الفن؟ لا بصي، هو أكيد الشكل بيبقى مطلوب في البداية، يعني للمذيعة للفنانة، بتهيألي حتى في أي مجال تاني اللي هو بيتطلب إنك بتأدي أنت أو بتوصلي رسالة للناس للمتلقي. كبداية بيبقى أكيد مطلوب، بالذات بقى لو في السينما يمكن بالذات على وجه التحديد كشاشة كبيرة وكده، لكن بعد شوية إذا كان الشكل ده مش هيقول حاجة فمش هينفع. طب بيني وبيني كده ما سبب لكيش مشاكل وانت داخلة؟ لا لا إطلاقا، الحمد لله. يعني أنا بقول يعني ده كانت نعمة من عند ربنا، والنعمة دي اتصانت بشكل جيد وفي نفس الوقت كانت فتحة خير عليا. اسم النبي حارسك وصينك يا اختي عليها يا اختي. ما تعرضتيش لأحقاد؟ أحقاد بمعنى إيه؟ أصلك أنت قلتي في مجلة مجلات تحملت الكثير من الهجوم والانتقادات الحادة وتلقيت العديد من الطعنات. لا ده شيء وارد في كل مجال. بس هقول لك حاجه، مش كل حاجه بتتنشر بتتاخد على يعني على محمل سيء. في كل مجال اكيد بيبقى فيه شيء من المتاعب. في نفس الوقت بيبقى الفنان او اللي هو الانسان المرصود للمتاعب دي ممكن درجه حساسيته بتبقى زياده في الاول. وانا يمكن اكيد كانت درجه حساسيتي زياده، يعني ممكن يجي ناقد مثلا كان ينقدني فاخدها بحساسيه. انا النهارده باخدها بسعه صدر وببص يمكن هو فعلا ساعات بيبقى على مش بجامله يعني عارفه، بس اكيد بيبقى له وجهه نظر، والحياه وجهات نظر عموما. التجارب اثقلتك؟ اكيد اكيد. يعني بيقول لك ايه، العظم بينشف. بتتقبلي بعد كده النقد الموضوع بصدر رحب؟ بس على فكره العظم بينشف نتيجه تجارب، هو بيبقى طري الاول. هو بيبقى طري وبينشف نتيجه تجارب ونتيجه اصرار على خوض تجارب جايه كمان. يعني نقدر نقول ان التجارب اللي مريتي فيها حتت عند اكيد يعني نقدر نقول انها ثبتت اقدامك. ده اكيد اكيد. هل العند ممكن يجي ضد مصلحتك ساعات؟ ممكن يبقى الاندفاع، يعني لان الواحد ممكن ساعات يعني بيبقى فيه ترسبات في اشياء جوه الواحد، يعني عارفه بيستحمل في حاجات في اعلى مستوى يعني العلاقات البشريه ككل، يعني مع اصحابك مع في شغلك بتقولي افودي وافودي وافودي، بتيجي في لحظه كده بتتربزي. بتحصل ولا مش كبرت في دماغي بقى؟ تكبرت في دماغي بالظبط كده، فبتروح متربسه في حاجه هايفه. هل نقدر نقول ان رغده عنيده ولا عنيده جدا؟ لا بالعكس، انا لينه جدا يعني، مش وده مش نتيجه ضعف يعني، هو اكيد كل انسان له مناطق ضعف يعني. طب وايه المانع؟ الضعف مطلوب في المرء؟ مطلوب في حالات. اي يعني حالات بقى؟ يمكن في حالات انسانيه
مع فرد ما، مع زوج، مع طفلة بنتك، مع ابنك، مع صديقة تكون محتاجة لك في لحظة، وانك انت تكوني شايلة منها، انك يعني لازم لحظة الضعف دي تتملكك في الوقت ده، وانك تغفري او تصفحي او تسامحي. طب انت تتخلي عن ضعفك في الشدائد؟ يعني شدائد؟ الحاجات اللي هي يعني لما احس ان انا واقفه لوحدي في موقف محتاج صلابه، محتاج تحمل، في مرض، في شغل مثلا محتاج مثلا عدد ساعات طويله جدا، انك تتنازلي عن صحتك، تتنازلي عن راحتك، تتنازلي عن انسانيتك، تبقي ب 100 راجل زي ما بيقولوا يعني. بالظبط كده. وانا انا انا يعني انا بحس انه الست عندها مقدره على التحمل اكتر من الراجل. ستش مره بالهزيمه كتير. امتى بقى على وجه التحديد؟ يعني في الشغل، في اكيد حسيت يمكن، بس يعني برضو يعني لا تحضرني الذاكره زي ما بيقولوا، لكن في الشغل مثلا في البدايات، في بداياتي ممكن حسيت ان انا دخلت مثلا عملت عمل ما حققش او ما عملش اللي انا كنت متوقعه، او حسيت ان انا اديت عقد على بياض ومضيته لناس قالوا لك كلمه شرف، كان ثقه، محل ثقه، كلمه ثقه، كلمه زي ما بيقولوا يعني شرف، هي كلمه شرف. وحسيت في لحظه ان انا اتطوح بيا يعني او اتخدعت، فبحس اكيد بالهزيمه زي يعني بشر يعني. ايه اكبر خدعه كده حسيت ان انت يعني حصلت لك ولحد دلوقتي مش قادره تنسيها؟ مش معقول ما تكونيش فاكره يعني. لا لا الواحد يعني لما فيش حاجه، لا حقيقي يعني، حقيقي ما فيش حاجه جامده قوي كده يعني. يعني يمكن في يوم من الايام في بداياتي من زمان قوي، ان انا كنت بتحضر لفيلم وبعدين جهزت هدومه وتكلفت يعني اياميها، تكلفت على قد امكانياتي يعني، ورحت محضره نفسي وخلاص الاوردر يوم السبت، وبلغت في اخر لحظه انه معلش بقى في فلانه خلاص يعني بدالك اقعدي بقى في بيتك. اتصرفتي ازاي؟ ولا حاجه. بكيتي؟ اختنقت. اكيد يعني. يعني ما يعني ما عيطتيش؟ لا اكيد عيطت. هو يعني انت رحتي الاستوديو؟ بس انا قريت ان انت رحتي الاستوديو. ما رحتش الاستوديو لان تبكي قدامهم. بكيتي في العربي؟ لا هو انا ما نزلتش، لكن هو فعلا حلت ممثله اخرى بدالي. ده كان في البدايات تماما يعني قبل ما ياخدني الاستاذ كمال الشيخ حتى. وحسيت بهزيمه ومراره فظيعه. بتحصل كتير يا شعبه. مدام رغدة، ليه الناس واخدة عنك انطباع انك جادة جدا وحادة جدا؟ وانا خلقتي جادة. وانا يعني طب قولي لي الانطباع ده الاول وصل؟ هقول لك حاجة. اتفضل. هقول لك حاجة. هو الجد عيب؟ لا خالص. بس هم بيقولوا ملامحها الجادة كسرت جمالها. تصوري بقى، ده انا بسمعه من بره. مش عارفة الحقيقة، بس حاولت انا اكسر ده في بعض الافلام يعني. وبعدين يعني طب اعمل ايه؟ بعد اوصل لك يعني حد لا أقول. هو يمكن هقول لك حاجه، ساعات حقيقي وش البني ادم يظهر بيتشكل على حسب مسؤوليته، على حسب حجم مسؤوليته. يعني بتلاقي الانسان اللي مستريح قوي وشه ناعم، بتلاقي البني ادم اللي بيشيل عارفه طاجن سته على راسه. هو انا من النوع ده. طب على ايه ده كله؟ كل الهليله دي على ايه؟ ده طبعي فيكي. لا ده عيب. الظروف هي عيب. ده عيب اكيد يعني. معقوله المسؤوليه المفروض انها يعني مطلوبه؟ لا المسؤوليه الزياده عارفه، ساعات لما بتلاقي نفسك مسؤوله 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 عن نفسك، مسؤوله عن انك يعني تتواجدي بشكل او باخر بشكل قوي في اي مجال، في بيتك، في شغلك. فالجد او المسؤوليه الكتيره ساعات بتخلي ملامح الوش حقيقي يعني عارفه، بتخلي ملامح الوش واخده صبغه الجد. انا عايزه اسالك وبصراحه شديده، انت اتولدتي في جو اسري يعني اب وام واستقرار بيت؟ اصل هقول لك حاجه. يعني مش الاب كان عايش معك فتره وبعدين لا يعني محسن. بس مش دي القضيه كمان. هقول لك ليه، لان ياما بيبقى في بيوت فيها اب وام والاطفال موجودين وما بيبقاش في استقرار. بس دي حاله يعني لا بشكل عام بالعكس يعني، ممكن مش ده حافز بقى يعني دايما انه لازم بقى الاطفال يطلعوا مدمرين لا اكيد في المفروض يبقى في شيء من الوعي. عشت حنان الاب؟ عشت حنان الام بس عارفه المقنن. ايوه
يعني كم أخ وأخت؟ كنا كتار البركة. مسكي الخشب كده. ما شاء الله. إحنا تمانية. خشب المسرح. تمانية. ما شاء الله. فهي أكيد كانت موزعة مسؤوليتها بين ال. هي طبعاً كأم مسؤولة عن 8 أفراد أو 8 أشخاص، كانت عاملة زي العسكري في البيت. يعني عارفة كانت شخصية جامدة وشخصية قاسية. وأنا بشوف إنه ده كان لازم يبقى. لأنه طلع في النهاية ناس أو الأطفال دولت لما كبروا حسوا بالمسؤولية وحسوا إنه الحياة ما هياش سهلة كده، وشلنا مسؤوليتنا، كانت بتشيلنا مسؤولية نفسنا لكل واحد على قد حجمه حتى وإحنا صغيرين. مسؤولية مسؤولية نفسك يعني، مش يعني كنت متحملة مسؤولية نفسك إزاي وانت طفلة؟ طفلة مثلا إنك ما فيش حد طبعا يقعد يذكر لك، لأ هتقعدي تذاكري وهتجيبي يعني نجاح بشكل يعني بدرجات جيدة، ولو ما حصلش ده هتتذنبي وما فيش خروج. يعني عارفة كانت أسيا في عندك مقرر مثلا الفترة دي الكتب دي لازم 3 كتب هيتقروا في خلال كذا في الأجازات، حتى يعني مش مثلا تسيبك تروحي تلعبي تتنططي. عارفة ايش طفولتك يعني؟ عنك انك عقلانية جدا، الكلام ده حقيقي؟ والله ابدا، ساعات وساعات عقلانية في قراراتي. يعني مثلا عايزة في قرار مثلا في شغل افكر كويس جدا قبل ما اقرب على الشغل ده. لو حسيت انه في احتمال 5% قلق بقول بلاش منه. انا من النوع اللي احب اريح دماغي، بشتري دماغي في دي. عارفة ازاي يعني؟ في حاجات كده يعني. ويا ترى اتجوزتي بقلبك ولا بعقلك؟ بالاتنين. ايهما اكثر؟ لا كانت تقريبا متوازنة العملية يعني، بدا وده يعني. بس بيقولوا جوازة العقل عين العقل، رأيك ايه؟ والله هقولك ليه. لان بعد فترة ماذا يتبقى بين الطرفين دول او الزوجين دول؟ الحب بيقولوا انه بيروح، هو مش حكاية بيروح بس، مسؤوليات الحياة يعني والتدافع مع موجات اليوم بتخليكي تحسي انك انت محتاجة الطرف التاني يبقى متفهم معاكي. مهما كان بيحبك ومهما كنت بتحبيه، اذا ما كانش فيه مودة وما كانش فيه تفاهم بتحسي انه المسألة مش يعني مش مظبوطة. مدام رغدة، حضرتك زوجة وام وفنانة وشاعرة وكاتبة، يا ترى بتلاقي وقت لكل ده؟ مش حاجة بتيجي على حساب حاجة؟ لما بحس انه حاجة يعني هتيجي على حساب حاجة بحاول قدر الامكان ان انا اعمل عملية موازنة او توازن او بالانس، او عشان ما تجناش على جنب من الجوانب دول. بس ما فيش شك ان طبعا بيبقى فيه ارهاق. هو يعني بس لذيذ، ارهاق بيبقى حلو اكيد ومطلوب. مطلوب بالنسبة لك امرأة طموحة؟ والله انا هقول لك حاجة، يعني هي حكاية الطموح دي انا ما عنديش طموحات قوية جدا يعني، الحمد لله يعني اكتر من كده ابقى يعني كفرة. بالنسبة للكتابة ده شيء انا عمره ما سابني، الألم ده عمره ما سابني، وبلاقي مهما كان مرهق ساعات ان انا اروح مثلا من المسرح الساعة 11 ان انا اقعد مثلا للساعة 1 أو 2 عشان المقال لازم يروح المطبعة بكرة، يبقى ما فيش حاجة لسه في دماغي، ببقى متدربكة، ببقى بس بعد ما بخلص المقال وبحطه في الظرف وبسيبه عشان الساعة يجي ياخده تاني يوم. مش عايز أقولك إحساس جميل قد إيه إن أنا بنجز برضو شيء يعني. طب لما بترهقي نفسك في كل هذه الاتجاهات ده ما بيأثرش أحيانا على حالتك النفسية؟ أكيد أكيد، ده يمكن اللي بيخلي بيزود حتة الجدية شوية. مش عارف. طب ده أثره إيه على الزوج؟ يا حبيبي يا داعي. نعم. يا جوزي. شفتي بقى؟ طب بصي أنا أراهنك والله اسألي. لا حرام يعني، هو بالعكس هو إنسان متفهم. يعني ممكن ساعات أنا ببقى متجنية عليه إن أنا في الشغل مثلا إن أنا ببقى متعايشة مع شخصية، متجنية عليه في قلقي اللي أنا بنقله للبيت. هو ملوش ذنب فيه انه حصل كذا، او انه مثلا بكره في تصوير او في عندي تصوير ليل، ببقى قلقانه جدا في شغل الليل لان هو مثلا مواعيده ليليه في البيت، ما بشوفوش بالنهار، ما بيجيش قبل 7:30 في الميعاد اللي انا ايه. فاول ما بيجي لي فيلم بقعد ببص اشوف مشاهد الليل اخبارها ايه. يعني عارفه بيني وبينك كده مش بتضايق ساعات واقول لك يعني كفايه؟ أكيد. بقى يعني لا نهدى شويه. لا لان انا هقول لك حاجه، انت قلت لي اكيد
أكيد. إيه طيب؟ لا أكيد إنه بيتضايق في إنه مثلا لو طولت الحكاية إنه يتضايق إنه يقولك لا كفاية إنه بلاش شغل. لا زي ما أنا ممكن أستحمله في حاجات يستحملني في حاجات الحياة. هل بتيجي على نفسك عشان ترضي؟ أكيد. أو ما بتجيش على نفسك عشان ترضي جوزك؟ كتير قوي. طيب ده حتى بقى على الأعباء اللي عندك. لا ده برضو يعني بيبقى حتة مداهنة أو حتة مسايسة يعني. أخ منك أنت أخ. مدام رغدة، حضرتك كتبت عن علاقة الرجل بالمرأة بأسلوب ساخر جدا. وأنا ما بكتبش عن علاقة الرجل بالمرأة. وعلى حد قولك أنت قلت إن أنا عريت هذه العلاقة. عريتيها إزاي؟ بشكلها البسيط، بداية من خلافاتهم اليومية، لوجهة نظره فيها، لوجهة نظرها فيه، من خلال موقف بيحصل، مشادة بتحصل، تقييمها له في موسم من المواسم. من يعني مش عارفة أقولك إزاي يعني. بحكم تجربتك في المجال ده، تفتكري من المسؤول عن فطور العلاقة بين الرجل والمرأة؟ لا دي مسألة نسبية يعني. ما من وجهة نظرك أيهما أكثر؟ هو مظلوم وهي مظلومة. هو مظلوم في إيه؟ إنه يعني في المثل بلدي بس انا بيعجبني قوي بجد، اللي هو يقول لك ايه، ابنك على بال ما تر... على بق... على ما مت... ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. وده حقيقي. ايوه. فابنك على ما تربيه، خلاص هو تربى بالشكل اللي هو شافه انه صح واللي المجتمع حطه فيه. تيجي النهارده عشان تغيريه بعد عمر يعني مثلا 30 سنه ولا 25 ولا 40 سنه، خلاص صعب. فهو لما بيتصرف حتى في مواقف مثلا بتجني عليكي، شايف والده وشايف أخوه وشايف خاله وشايف عمه وشايف كل الرجالة واخدين ليهم صورة معينة اترسمت خلاص. لا أنا مش بدافع عن المرأة لأن أنا امرأة، بس لا طبعا، لأن الحكاية زي ما بقولك نسبة وتناسب. في حالة ممكن تكون فعلا هي المرأة، وفي حالة ممكن يكون الرجل، وفي حالة ممكن يكون المجتمع، وفي حالة ممكن يكون فيها الجيران، وفي حالة يعني مسألة نسبة وتناسب يعني. أنا عايز أقول، هل وانت بتكتبي حالتك المزاجية بتنعكس أحيانا على كتابتك؟ أكيد أنا أكيد، بس ما بخليهاش يعني. ساعات أحب أنا أعمل شيء من المشاغبة مع الضل علشان أقدر أكتب. هل قلق سامة من سماتك؟ أنا قلقة كتير. الموضوع اللي ممكن يقلقك ويطير النوم من عينك؟ شغل. إن أنا بالذات في بداياته، إن أنا مش ماسكة الشخصية، إنه طب الحتة دي ساعات بالليل كده تيجي فكرة في بالي، أقوم منورة النور وقاعدة فاتحة المشهد. بقول لك الله يكون في عون جوزي يعني في الحاجات دي حقيقي. مستحملك؟ أكيد. وأنت مستحملة؟ أكيد. مستحملة في إيه بقى؟ لا والله بصي هقول لك حاجة يعني. مستحملة في ايه؟ في حاجات يمكن بسيطة يعني. ما هواش مين اكتر؟ مين اللي بيستحمل التاني اكتر؟ ما عرفش يعني. اذا كنت انا هقولك انا بسيطة وانت بتقولي اكيد يعني، ده معناها يعني. لا هو يمكن عادي يعني شوية حاجات الفوضوية، وانا منظمة قوي وفوضوي. هو واخد المسائل كده هادية وانا باخدها على اعصابي. نقطة الخلاف ما بينكم، مين اللي بيبادر بالصلح؟ انت لازم ما بحبش النقل. مدام رغدة انت خدتي مجال الاعلان اساسا ليه؟ ليه؟ يعني اذا كان هو ادانة فمش حاجة اقول. لا مش ادانة، انا معايا مستند اهو. لكن انا بتقولي فيه لن اكون ممثلة اعلانات. بصي ده مش مستند. لا ورغم. معلش، لن اكون ممثلة اعلانات. وفعلا انا منيش ممثلة اعلانات. يعني انت عملتي ده ايه؟ عملت اعلان واحد، ما قعدتش بقى كل شوية عمالة اطلع لك من التلفزيون بعلل لك على عن سمنة وعلى زيت وعلى سلع. مبدأ لن أكون. لا. ده مبدأ. لا هو ده أنا فاكرة كويس، كان نازل في مجلة أكتوبر. كان وقتها رد على فعلا كان عرض لشركة في مصر هنا، وأنا ما اتفقتش أو ما رضيتش أعمله، كان لسلعة معينة غذائية. وسألوني قلت لهم مش هيحصل. لكن لما تيجي مش بقى مش هيحصل ليه؟ مش هيحصل ان انا اادي اعلان عن شيء انا مش مقتنعه بيه. امرأته الماديه كانت كبيره؟ معقوله كويسه. الحمد لله. الحمد لله كويس. ايه هو ايه في ايه؟ اصل هم بيقولوا ان امكانياتها الاغراءات الماليه كانت اقوى من رفضها. ثقي تماما عشان كده وافقت. ثقي تماما ان انا لو كان جالي ضعف اللي خدته والله واتصرف يا ماما. واتصرفت بجد يعني. مش حكايه فلوس، صدقيني ما هياش حكايه فلوس. انا مش بدافع عن نفسي، انا مش موقف دفاع. انا قلت لك من شويه من البدايات لما قلت لك ان انا لما بعمل حاجه
بفكر لو فيها 5% قلق بالنسبة لي ما بعملهاش. انت حسيتي انك نجحتي في مجال الاعلان لما شفتي نفسك في الاعلان ده؟ يعني نفسك تكرر التجربة تاني تشوفيها؟ لا لا، اللي واخده موقف ليه؟ لا، لان انا مش هتحول بقى لممثله اعلانات وبعدين النهارده اعلن لك على السلعه دي، بكره اعلن عن حاجه تانية، مش هتصدقيني. على فكره بشرتها حلوه، يا ترى بتستعمل كغام ايه؟ انها تستعمل كغام اسمنتكو. البنك اللي بيقدم هدايا البرنامج بيقدم النهارده هديه ماليه، تحب ترشحيها لمين؟ ولو ان انا خايفة برضو تترشح له يوم يرفضها، ولو انه ده في مجال تاني يعني، لان الضابط اللي رفض حكاية الرشوة اللي هي كانت بمليون باين في ساحل البحر الاحمر في منطقة ما، نتيجة انه يغير اقواله في قضية مخدرات، ده اكيد شيء بيحسسك انه الدنيا لسه بخير، وانه مش كل الناس المادة عملت فيهم تغيير. وحقيقي بتفرحي لما بتسمعي اخبار زي دي. كل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم. منى كل سنه وانت طيبه والله اكرم الاول، وكل سنه وانت طيبه والجمهور طيب، والصراحه بخير وطيبه اكتر ما هي طيبه. هو ده اخر كلام عندي. اعزائي المشاهدين، وبكره ميعادنا مع نجم جديد وحلقه جديده، والى اللقاء. حوار صريح جدا جدا، كلام مريح جدا جدا، حوار صريح جدا جدا، كلام مريح جدا جدا، إن خفتي ما تقولش ما تقولش، وإن قلتي ما تخافش ما تخافش، إن خفتي ما تقولش ما تقولش، وإن قلتي ما تخافش ما تخافش، بس المهم تقول رأيك من غير تجريح من غير تجريح، ده الحق مش محتاج تصريح، بحوار صريح جدا جدا، حوار صريح جدا جدا، كلام مريح جدا جدا، حوار صريح جدا جدا، كلام مريح جدا جدا، إن خفتي ما تقولش ما تقولش، وإن قلتي ما تخافش ما تخافش، إن خفتي ما تقولش ما تقولش، وإن قلتي ما تخافش ما تخافش، بس المهم تقول رأيك من غير تجريح من غير تجريح، ده الحق مش محتاج تصريح، بحوار صريح جدا جدا. We'll be right back.